ايه دلوقتي؟ هوا البحر هينعشك ويخليك تفوق. مش هوا البحر اللي هينعشني. امال ايه؟ انت. ما انا معاك اهو. لا مش كده، انا عايزك قريبه مني قوي. عادي قوي كده كده قوي قوي قوي. عادي عادي ايه؟ عادي بطل الحركات دي من فضلك ارجوك. انا قلت لك بطل شرب. وانا قلت لك شوفي حل في جمالك. طب ولحد ما تشوفي عامل انا ايه؟ تستحمل. طب واذا ما قدرتش استحمل اعمل ايه؟ قدامك البحر اشرب منه. طب انا لو ما بحبش مية البحر اعمل ايه؟ مية البحر. طب انا عندي حل احلى من كده بكتير جدا، عارفة؟ عادي. نبيذ 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 يا نبيس يا لميس لميس افتح الباب يا لميس. مش هفتح يا عادل. طيب افتحي وانا مش هضايقك تاني. عادل روح نام، بكره الصبح لما تفوق هنتكلم مع بعض. طب افتحي عشان ادخل انام. مش هتنام هنا يا عادل. امال هنام فين؟ هنا في مليون شاليه بيتأجروا وفي فندق كمان، ممكن اكلمهم في التليفون يحجزوا لك. ما ينفعش ما ينفع، انا عايز ابقى، ما اقدرش انام في حته تانيه يا لميس. هو ده اللي ما ينفعش يا عادل. من فضلك من فضلك انت. يبقى انت مش بتحبيني. انا كده مش هحبك يا عادل، مش هحبك. طب افتحي وانا مش هضايق، هنقعد نتكلم كده، مش هعمل اي حاجه غصب عنك، نتكلم وخلص، واللي انت عاوزاه نعمله. ايه رايك؟ بكره الصبح ان شاء الله لما تفوق هنقول كل اللي انت عاوزه. روح من فضلك. لا بقى الذوق مش نافع معاكي ده. متشكره جدا بس برضه روح نام. انت هتعملي لي شريفه؟ انا مش هحاسبك على الكلام دوت. ولا تقدري تحاسبيني في اي لحظه اصلا. ما تبص لنفسك وتعرفي انت مين وانا مين. انا عارفه نفسي كويس. خلاص طالما عارفه يبقى تفتح الباب بدل ما اكسره لك. عادل انت ليه عايز تبوظ كل حاجه حلوه في حياتي؟ ما بلاش تمثيل ما بلاش بقى ما بلاش بقى تتصور انك ممكن توصلي للي بتخططي له معايا. عادل كفايه تجريح فيا، كفايه يا ستي. بلا كفايه بلا بتاع. انت فاكراني خلاص دخل عليا دور الطهر والبراءه اللي انت عايشاه من ساعه ما عرفتني؟ دخل؟ لا يا روح امك ما دخلش.
عياط بقى وحركات من العياط ودموع تنزل على الخدود وبتاع وال كده. عياطي عياطي يا لميس، ان شاء الله حتى تنتحري، وهتعياطي اكتر لما تجيلي لحد رجلي وتركعي وتقولي لي نفسي تلمسني وانا ما بصش لحشره زيك. يا مرحبا يا ست بهيجة، يا ألف مرحب، عاش من شافك. شفتي المفاجأة دي بقى يا دادا؟ ربنا يخليكم لبعض. هي دي بقى دادا سكينة اللي بيقولوا عليها مروة. دي بقى تبقى مروة صاحبتي يا دادا. يا ألف مرحب بيه، منور الله أكبر. ده نورك يا دادا سكينة. إن شاء الله تعيش يا ست هانة. إيه يا دادا مالك؟ سلامتك يا ضنابي. مفيش. مفيش ازاي بس يا دادا؟ هو انا معرفكيش يعني مش هحس بيكي؟ ايه ده وكمان عياط يا دادا؟ لا يا بنتي، ده بس عشان شفتك. لا يا دادا، انت صحيح بتعيطي على الفاضي وعلى المليان لما باجي ولا بسافر، لكن انا برضو اقدر افرق بين عياط الزعل وعياط الفرح. زعل ايه بس؟ ربنا ما يجيب زعل ولا حاجه كده. هو لهتيني، مش عارفه اخد تميمه بنتي في حضني. ازيك يا دادا؟ ان شاء الله تسلم يا حبيبتي. امال فين حسني؟ جوه يا دناي. حسني دي بقى يا مروه زي القمر ودلعتنا كلنا. ان شاء الله تعيش يا استرجاي. ايه يا دادا عياط تاني؟ في ايه؟ هي حسني كويسه؟ بخير يا بنتي، سيبوني بقى اخش اكمل شغلي واشيع لكم الفطور. هو عمل كده الملعون ده؟ اي نعم سعادتك. الله يخرب بيته بحق جاه النبي.